يلي الأمان هجرك ما تصلح لو زعلان ارجع شروق فجرك والشمس نورها يبان الصحبة بتطمن والحب بيأمن ايه تاني قول خمن بيحسسك بأمان حضن الوطن حب الحياة فتش في جواباتك من صحابك من حبايبك افتكر ناسك تاني دور على نور أحلى أوقاتك ده الأمان أجمل مكان بيزوره إحساسك الحمد لله رب العالمين الحمد لله على هذا الوجود والصلاة والسلام على أبرك مولود من نور الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد سعد السعود أبرك مولود فهو الإبن البار لأبيه وأمه علمنا وأرشدنا وأخذ بأيدينا صلى الله عليه وسلم ليعرفنا على مقام الإبن كيف يكون أمانا لوالديه لأن حقيقة الأمر الإبن أمان. يا ولدي أعطيتك كلي وها قد بلغت أشدك زرعت فيك الأدب صغيرا وصببت التقوى في قلبك فلا تحد يوما عن وعدك والزم سبيل الحق دربك واحفظ دنياك بدينك وأكمل طريقك من بعدي وحدك الصحبة بتطمن والحب بيأمن ايه تاني قول خمن بيحسسك بأمان الإبن أمان قال سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاهما إن الوالد مسؤول عن الولد وإن الولد مسؤول عن الوالد فبالتالي الآباء مسؤولون منا كالأبناء قال سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الآية عظيمة وفيها لفظة عظيمة جدا قال إما يبلغن عندك ليسوا في بيتهم ليسوا في بعد عنك لست في سفر وهجران لهم بلغوا الكبر وهم عندك لم يقل بلغوا الكبر مستقلين بلغوا الكبر في مؤسسات ترعاهم وأنت بعيد عنهم لم يقل بلغوا الكبر وهم هناك من يرعى شؤونهم وأعطيه المال بل بلغوا الكبر عندك الله تبارك وتعالى جعل الإبن أمان لما؟ لأنه بسبب نشأة هذا الولد وهذا الشعور الذي يشعره بالسعادة والارتياح يتسلل إلى قلوب الآباء عندما يبلغون الكبر هم وضعوا في قلبك حبا وسعادة وارتياحا في صغرك يريدون منك أن تشعرهم في كبرهم بالحب والسعادة والراحة والهناء كلما كبر الأبناء كبروا في عين آبائهم لكن هل الإبن عندما يكبر الأب والأم في نظره يكونون بالمقدار الذي كانوا هم يرونه به؟ هل يتحمل من الأعباء ما كانوا يفعلون كما كانوا يتحملون ما كنت تفعل؟
إن بلغ الولد مكانة في الحياة بلغ استقرارا، فإن بلغ استقرارا وأصبح قادرا على ذاته اطمأن الأب والأم. لما؟ لأمرين: لأن الابن أصبح أمانا لذاته وأمانا لوالديه في مواجهة ظروف الحياة، هذه الحياة الصعبة، هموم كثيرة وآمال كثيرة يراها الإنسان وتحول بينه وبين الوصول إلى هذا الأمان. فالأب والأم يريا أن الابن لهم أمان. الابن أمان لماذا؟ لأن أفعال الآباء والأبناء كل واحد منهما يشعر الآخر بالأمان، فالشعور متبادل. هذا الشعور يترجم في السعادة. إن قدم الولد لآبائه أبوه وأمه أشياء فشعر الأب والأم بالسعادة، ثمرة هذه السعادة الرضا. فإن رضي الأب والأم وسعدوا في الدنيا رضي عليك الحق سبحانه وتعالى. بما؟ باهتمامك بهما وبتلبيتك لاحتياجاتهما والخوف على مشاعرهما، ومنها يأتي رضا الوالدين. فإن حصل لك رضا الوالدين حصلت على رضا الحق سبحانه وتعالى. فالابن أصبح في الأمان، وهو حقيقته أمان لأبيه وأمه. الابن أمان. كل هذا يجعل الله سبحانه وتعالى الراحة للوالدين، راحة في البال، واثقين من اختيارات الأبناء، بقدرات الأبناء على أن يكونوا مصدر فخر وسند لهم في الدنيا وأمام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. النجاحات التي يحققونها، الطموحات التي يرنون إليها، كل هذه المواقف العظيمة يقفون مع الابن يدا واحدة، ليست يدا مع يد بل يدا واحدة. الابن حقيقته أمان، فالأبناء هم بالطبع السند والأمان لآبائهم، وهم أيضا امتدادا لوجود آبائهم في الدنيا وفي هذه الحياة. لذا فهم بالنسبة لهم أهم استثمار يمكن أن يدخروه في هذه الحياة الدنيا، القوة والحب والسعادة. الأب والأم استثمروا في الابن القوة والحب والسعادة، فهو أعظم استثمار. بناء الإنسان لا بناء البنيان. لم يتوقف أمان الابن لوالديه في حياتهما. الابن هو أمان لأبيه وأمه في الدنيا، وأيضا أمان لهم في الآخرة، يستمر هذا بعد وفاتهما. أمان لهما بالدعاء، أمان لهما بسؤال الرحمة، أمان لهما بطلب المغفرة. يقول الحق تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الابن أمان لأبيه وأمه. دخل رجل في يوم من الأيام على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي علي من شيء لوالدي أبرهما به بعد وفاتهما؟ والدي ووالدتي قد انتقلا إلى الرفيق الأعلى، فهل علي شيء أن أبرهما بعد وفاتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، كما تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أبيك وأمك من أمة سيدنا محمد. فهم يدخلان في كل صلاة تصليها على الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم. الصلاة لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما. هذا ترجمه الحبيب الأعظم في أحوال كثيرة. فإن الابن فقد الأب والأم فالأمان لا يزال موجود، عليه أن يتوجه إلى هذا التوجيه النبوي المبارك. الابن أمان لوالديه في الدنيا وفي الآخرة، فالدعاء للوالدين بعد الممات يرفع درجة الأب والأم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول ذلكم العبد: يا رب، أنى لي هذا؟ من أين لي هذا العمل الصالح؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. وفي قصة عظيمة أن أب علم ابنه الخير
وأخذه إلى مدرسة ليتعلم القرآن الكريم، ثم مات هذا الأب، والابن أمان لوالده، فلما أراد الله سبحانه وتعالى حسابه أعتقه من النار، ورحمه رحمة كبرى، فسأل الأب: بما يا رب رحمتني؟ فقال: اليوم تعلم ابنك بسم الله الرحمن الرحيم، واستحيت أنه يناديني بالرحمن الرحيم وأنا أعذب أباه. فالابن أمان لأبيه في الدنيا وأمان لأبيه في الآخرة. يظهر هذا الأمان متى؟ أمان الابن يظهر لوالديه بعد وفاتهما وفقدهما. فالولد الصالح لا يظهر صلاحه إلا بعد فقد الأب والأم. يتذكر والديه فيدعو لهما باستمرار في غيابهما في كل حالة من أحوال العطاء الرباني الذي يتنزل على قلبه في الدنيا في كل أحوالها، في عمرة، في حج، في صيام، في صدقة. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث لا تنقطع: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. فالولد الذي يدعو لأبويه المصطفى قال عنه: ولد صالح. فبعد وفاة الوالدين يكون الولد صالحا وامتدادا لصلاح أبويه ورفعة لدرجتهما في الجنة، في الآخرة يكون في أعلى المقامات. الدعاء للوالدين بعد الممات دأب الأنبياء والصالحين. فالابن أمان لأبويه كما كان ساداتنا الأنبياء عليهم السلام دعوا لآبائهم، فقد جاء في القرآن الكريم دعاء سيدنا نوح عليه السلام لوالديه حيث قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ودعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حقيقة الأمر حبيب قلبي وروحي أن الابن أمان، لأنه يصل الرحم التي لا توصل إلا بأبويه. فقد أوجب الحق سبحانه وتعالى الرحمة لمن وصل هذا الرحم بالأب أو بالأم أو بزيارة الأقارب باستمرار في هذه الحياة. كل ذلك يكون أمانا من الابن لأبويه في الدنيا وفي الآخرة. فإن كان لك ابن فهو أمان لك في الدنيا، وأمان لك في البرزخ، وأمان لك في الآخرة. فهذا الابن الذي بين يديك هو أمان لك. دمتم في أمان. قال صلى الله عليه وآله ووالديه وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالولد الصالح أمان. يلي الأمان هجرك ما تصلحه لو زعلان، ارجع شروق فجرك والشمس نورها يبان. الصحبة بتطمن والحب بيأمن، ايه تاني قول خمن بيحسسك بأمان. حضن الوطن، حب الحياة، فتش في جواباتك من صحابك من حبايبك، افتكر ناسك تاني، دور على اللي نور أحلى أوقاتك. ده الأمان أجمل مكان بيزوره إحساسك.